وجه محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل لزيادة التنسيق بين القطاعين البلدي والصحي لتوفير متطلبات افتتاح مستشفى تكريت التعليمية. وأبدى المحافظ خلال جولته في أقسام المستشفى ملاحظات لتقويم العمل، خاصة ما يتعلق منها بالنظام العام وبتخطيط المساحات الخضراء لبعث الارتياح لدى المراجع للمستشفى. وقرر المحافظ عقد اجتماع مشترك مع جميع المعنيين بإدارة المستشفى لتنظيم ضوابط العمل والخدمات وتدقيق الأجهزة الواردة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة قبل تحديد يوم الافتتاح.